موجز إخباري جديد من أونلايف، أسعد الله أوقاتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا. وخلال اجتماعه مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي المخابرات العامة والحربية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، أكد السيسي أن محاولات الإرهابيين لن تعرقل مسيرة التنمية، مشددا على المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية بسيناء. أعلن صندوق النقد الدولي منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تبلغ قيمتها 2,300,000,000 دولار، وتعتبر هذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في إطار خطة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت قد تم الإعلان عنها في نوفمبر من عام 2016، فيما يقرر المجلس صرف شريحة 2 مليار دولار في ضوء تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر وأجرت المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة. قررت الحكومة السويسرية إلغاء تجميد أصول مصرية، في حين قررت تمديد تجميد أصول تونسية وأوكرانية. وبحسب بيان صادر عن المجلس الاتحادي السويسري، فإن قرار تمديد تجميد أصول مملوكة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش لمدة عام آخر. تعقد غدا الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وتوقع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن يحصل مشروع القرار على تأييد واسع. قتل 19 مدنيا وجرح 25 آخرون بينهم 7 أطفال جراء قصف جوي استهدف بلدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. قراءة جديدة فيما بين السطور بعد دقائق بإذن الله.